أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم، معكم محمد سيف الريامي حاليا متواجد في سيارة الأستاذ عبد الله الشريفي. كيف حالك يا حمد؟ الحمد لله، نورنا حبيبي. شايف النور هذا كله؟ نورك هذا طبعا حبيبي والله. تعودت في الآونة الأخيرة دائما ريفيوهاتي تكون في السيارة، فأنا حسيت أنها شوية في تقبل. راح نتكلم اليوم عن فيلم الإماراتي كاميرا. فكوني أنتم من اللعبة هاي، أنا هالكاميرا شغلة بالي. شغلها يمكن فيها سامان ولا أشياء حلوة. حياكم الله، طبعا أنا بصور لكم رحلتنا لليبل. عباس حميد جبار اللي بنقضي فيه الويكند. أنا ما أعرف أكمل الصراحة. فكرة الفيلم تتكلم عن شباب رايحين لرحلة استجمام في البر، هناك تصير حادثة. الحادثة هاي أليمة طبعا، أنا ما رح أحرق عليكم الأحداث كثيرة، بس بقولكم إن هالأحداث الفيلم كلها تتكلم عن كاميرا في الرمل، والكاميرا هاي تكشف أحداث الفيلم. في جريمة صارت، الجريمة هذه من عملها ومن يعني راح ضحاياها، من اللي يعني من اللي صار له مشكله في هالفيلم، ها كله راح تكتشفونه في مشاهدتكم لهذا الفيلم. لكن اقول لكم هذا الفيلم هو من نوعيه الافلام الجريمه وافلام الاكشن، وايضا في غموض نوعا ما في هذا الفيلم. طبعا الفيلم من اخراج الاستاذ عبد الله الجنيبي ومن تاليفه، وكذلك هو يعمل في هذا الفيلم كممثل هام او شخصيه هامه في هذا الفيلم. استاذ عبد الله، رايك في السيناريو في هذا الفيلم؟ أعتقد السيناريو كان رائع ومحبوك، وأقول أن دائما كان الفيلم على تون واحد، يعني القصد أنه ما في سقوط للهاوية وما في علو للبيك، إنزين بشكل يضايق. يعني كثير من الأفلام تحس أنه طالع نازل طالع نازل دوخ معاه، أما هو في تون واحد، خط ساير عليه أساس ممتاز، إنزين وفي يعني حبكة واضحة لخط سير الفيلم هذا. نعم جميل. طبعا أنا أيدك أستاذ عبد الله من ناحية موضوع السيناريو، إنه هو مرسوم رسم. المخرج أو هو عبد الله جنيبي الكاتب السيناريو، يعني كتب السيناريو كصورة ذهنية من راسه كان لي يفكر فيها وجابها على الشاشة. يعني في بعض المخرجين عندنا في الإمارات للأسف في بعضهم ما يمشون على موضوع إن السيناريو لازم يكون له ستوري بورد، هو كان عنده ستوري بورد ومشاه هذا الستوري بورد في فيلم واضح، من ناحية مجسمات الأشكال الممثلين، من ناحية الراكورات اللبس مالهم، من ناحية الأماكن، فهو تعمق في هذا الموضوع، وهو هدفه كان موضوع انه يعمل فيلم اكشن، فهو فيلم اكشن بحت، وليس هو فيلم اكشن مع قصه انسانيه، ولا لا، فيلم اكشن متكامل. واول فيلم اماراتي انا برايي الشخصي اشوفه بهذه الطريقه، اللي هي افلام الاكشن القويه صراحه. نعم نعم، فيه كثير من الانفعالات يخليك وانت جالس تاكل طبورك تبي تعرف شو اللي بيصير، انزين. وهو اعتمد على كثير من التويست اللي هي تعرف انت يوم يكون مثلا في حركات تستوي في المشاهد تخليك انت تقول هذا الكذا او هذه الكذا، عرفت؟ نعم نعم، هذا هو موضوع حبكة اللي هو موضوع الغموض والإثارة. نعم. في الفيلم فيه إثارة وفي غموض وفي أكشن، وهو فيلم دموي جدا صراحة. إخراجيا الأستاذ عبد الله الجنيبي انا اشوف هو وفق من موضوع في موضوع الاكشن، يعني هو ريال. انا كان لي مقابله معه في السابق وتكلمت عن موضوع الافلام اللي يحبها، ودائما يقول لي انا احب الافلام الاكشن، وراح حمد تشوف فيلم جديد على السينما الاماراتيه من ناحيه الاكشن، فانا اعتبرته مزحه منه. لكن شفت الفيلم صراحه انذهلت في هذا العمل وانذهلت من شغله، حسيت ان اي نعم كلام يعني ينقال لك قول وفعل. نعم. فشفتها على الشاشة، فهو تنفيذاته الإخراجية جيدة من ناحية أن اهتمامه في الممثلين واهتمامه في ناحية الكوادر اللي عنده والصورة اللي على الشاشة، كان في شغل جيد عنده من ناحية هذه. بس في عندي كانت ملاحظات بسيطة على موضوع أنه هو عمل أوفر أكتن لبعض الممثلين، أن هناك في بعض الأحداث تحس أنها فيها عاطفة غلبة، الصريخ والبكاء. ياريت لو كان ما دخل هذا الموضوع، خلى الموضوع شوية عملي أكثر ومنطقي أكثر، كان بيكون أفضل في رأيي الشخصي. نعم، كثير من المشاهد فعلا كانت متقنة،
من طريقة بداية الفيلم زين افتتاحية الشباب اللي في الرملة بالبقي زين وهم يتنافسون لطريقة أنه كيف وقفت السيارة وأخذ الكاميرا من أمام البقي إنزين وراح ساحب مع فتحة الباب ونزول واحد من الأبطال للفيلم اللي هم كانوا يشاهدون الكاميرا. بصراحة اندمجت على طول من أول لحظة وأنا بكمل اللي صاير. مثل ما قلت كان في أوفر في بعض الرياكشنات إنزين من بكاء وصريخ، واعتقد انه كان في لونج اير بعد يسمونه زين، يعني مشاهد ممطوطه كان ممكن تقصر زين من الرياكشنات تبعت البكاء. وهذا انا عجبني في هذا الفيلم ان انا لحتى نهايه الفيلم جالس اقول هل انا قاعد اشوف هذا الصدق اللي قاعد يصير ام هذا تمثيل ام في شيء ثاني وراء الموضوع. فهذا الشيء يعني اقول مساعد من المخرج نفسه، المخرج هو اللي عمل هذا الشيء صراحه بشكل جيد. طبعا انا في شيء انا بعد يعني في نقطه سلبيه بالنسبه لي في هذا الفيلم كانت موجوده، لو هي ان الفيلم بالنسبه لي كان قصير صراحه. نعم. انا كنت اتمنى هذا الفيلم يكون شوي اطول، ممكن يكون مدته اكثر من ساعه وربع وساعه وثلث. حسيت انه شويه الفيلم قصير، ما حسيت انه فيلم طويل. يعني في شغلات كان ضد هذا الفيلم، يعني ما نقدر نقول انه هو يعني غلط، بس انا حسيت انه هو مش مناسب. يا ريت الفيلم كان اطول من هذه الفتره. نعم هذا الزمن يعني شويه اديت كان شويه كان ساعه وعشر دقائق ما حسيت حتى ساعه وعشر دقائق، حسيت اقل ما عن شيء، ما طول الفيلم. نعم لكنه فيلم جميل فعلا، يعني فيلم جميل. نعم طبعا بالكوادر التمثيليه لو نذكر الممثلين الموجودين، ياسر نيادي اولا هو فنان اماراتي متكامل، انا اشوفه في الساحه الفنيه عندنا مخرج مؤلف ممثل مذيع اعلامي. نعم. عنده هذه المواصفات كلها. نعم. وما شاء الله هو ناجح في هالشغلات هذه. تمثيلا انا شفت الاعمال في الدراما، في طماشه، مسلسلات محليه، شفنا مسلسل خيانة وطن كان. نعم. دوره جيد في هذا. نعم. المسلسل، وكذلك افلام قصيره. هذا الفيلم الكاركتر اللي هو لعباه الكاركتر المناسب له، صريخ متين وعنده ومزعج، هذه الامور كلها يعني انا اشوفها مناسبه واختيار جدا موفق من الاستاذ عبد الله الجنيبي لهذا الفنان. نعم ياسر دائما يلبس الدور بشكل رائع، فهو كان الشخصيه المزعجه الفني المضحك صاحب المقالب اللي يمازح ربعه دوم، وهو كان اللي ماسك الكاميرا وقاعد يصورنا الاحداث كلها. اي فالدور كان جدا متقن، لا بالغ فيه ولا انه قصر فيه، بالعكس اداء كل أريحية وبكل طبيعة من أول الفيلم إلين آخر الفيلم. نعم عندك حتى الفنان عمر الملة، هذا الفنان الشاب اللي شفته في فيلم ظل البحر مع الأستاذ نواف الجناحي، في فيلم الأفلام اللي مثلها كأول أفلامه. ذيك الأيام كان أمرض ما عنده لحي وشنب، ما أعرف كان صغير يعني. فهني ملتحي، وهذا يعني صراحة أولا في وسامة، هالمثل الوسامة ساعدت أنه يكون كاركتر. نعم. غير ان انا فاجأت انه هو يمثل دور الخواف. نعم. اللي يخاف، وهذا بشكل جيد صراحه. نعم. اتقن دوره بشكل جيد صراحه، من الادوار ايضا اللي عجبتني في هذا الفيلم. نعم. شو رايك حتى في الادوار الاخرى؟ عندك محمد الحمادي، عندك ابراهيم استادي، ايضا عندك حميد العوضي. هذا الفنان كلهم انا اشوفهم متكاملين. علي الشحي انا اعتبره من الممثلين اللي هم يعني يتقنون ادوارهم بعد بشكل رهيب، يتقمص الشخصيه بشكل. انا شفت له اكثر من عمل، اذا تبغى يضحك يضحك، فهو يضحك وجهه يتغير يصير سبحان الله ما ادري كيف، مع انه رغم انه معالم وجهه جدا غليظه وهو رجل يعني ما شاء الله كبير البنيه يعني، بس شفته في مواقع في مسلسلات شخصيه مضحكه اضحكني، وفي مسلسلات شخصيه جاده كنت معاه جاد زين، وفي شخصيات كان غاضب وعصبي عصبت مع يعني. انا علي الشحي شهادتي فيه مجروحه، واعتقد ان هذا الممثل اذا وضعته في اي عمل لا تقلق ابدا عليه ابدا ابدا. انا والله شبهت هالمثل بالجوكر اللي تحتاجه في اي دور في الادوار المهمه، يعني مثلا في ادوار تقول يا اخي هو ما عندي ممثل، تقدر تجيب علي الشحي يؤدي هذا الدور. نعم نعم وهو يعني يركب على دور الشخص العنفواني الدور. نعم. او الشخص ايضا القوي او الشخص اللي عنده شخصيه. نعم. ثقيله، فهذا الدور يعني القصير
بس كان دور صراحة مميز أيضا فيه. نعم هو كان طبعا في بعد مسلسل خيانة وطن موجود كان. نعم. أي كان في خيانة وطن في كاميرا نشوفه بعد إنزين. نعم. في شفناه في فيلم ليزا. هو الخال كان زين خال. نعم. خال أنا شت في هذا الدور. نعم. إيه وهذا اللي تكلمت فيه أنت. نعم. من زمان يعني أنت كان عندك رأي فيه. نعم. علي الشحي. علي الشحي جدا ممتاز طبعا. اذا قلنا في النهايه ان عندك من الممثلين اللي غطوا عليه الممثلين كلهم صراحه. نعم. الفنان والمخرج ايضا عبد الله الجنيبي. عبد الله الجنيبي. عبد الله الجنيبي. عبد الله الجنيبي من كثر ما شفت ادواره في فيلم اللي هو اخرجه الشاب تبع اللي ما يسمع او ما يتكلم من زين ومعاه اخوه اللي هم يطلعون من بيئه فقيره بعدين يستوى اغنياء. فيلم كبريت. كبريت. نعم. كبريت. نعم في فيلم كبريت يرتكب عبد الله الجنيبي جريمه ويدش بموجبها السجن. نعم. فبعدين يوم تشوفه في السجن مشهد السجن تحس ان الشر هذا طالع منه. نعم. حتى قلت لك اعتقد قلت لك يا اخي عبد الله الجنيبي شرير اصلا في الواقع. قلت لي لا هو طيب. رحت انا شفته في العرض الخاص لفيلم كاميرا شفته على الواقع صراحه انصدمت من كثر اللطافه اللي فيه فمثل ما قلت هو يحب الاشياء هذه اشياء الاكشن والدراما والغضب والرعب وهالسوالف وبدع الصراحه يعني. والله هو بدع في بدع. هذا الدور انا شبهته بنجمين مهمين في السينما عندنا السينما العربية أحمد أدهم أعتقد اسمه أحمد أدهم ولا نعم. اللي معروف هو في الأفلام عرفت 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 هذا أنا شبهته بنفس الطريقة وفي السينما الهندية عندك السينما العالمية عندك الفنان أمريش بوري اللي توفى هذا الراحل. نعم. كان معروف في الأدوار الإجرامية. نعم. أنا شبهته بهذه الطريقة خاصة مثل ما ذكرت لي فيلم كبريت. نعم. في هذا الفيلم عبد الله الجنيبي اللي عجبني فيه إنه هو يؤدي دور شخص تقول عليه طيب وفي نفس الوقت تقول عليه شرير. نعم. في نفس الوقت تقول عليه إنسان فاهم وتعلم ومثقف. نعم. واللغة الذي تحدث فيها في هذا الفيلم مش عارف أنت هي من أي لغة أسيوية كانت ولا كانت من أي دولة مش منتمية لدولة معينة فهذا أنا أعتبر ذكاء من هذا المخرج أنه خبى عليك شخصية أو جنسية هذا المجرم فدور عبد الله الجنيبي في هذا الفيلم كان من الدور القوية جدا كونه هو مخرج اهتم في نفسه أيضا كممثل في هذا الدور. نعم. طبعا أنا أقدر أقول هذا العمل أستاذ عبد الله الشريفي أن يكون مهم جدا في السينما أو مهم جدا في مسيرة السينما الإماراتية. السينما الإماراتية أي نعم مهتمة للأفلام الإنسانية مهتمة للبيئة الإماراتية لكن بعد أيضا نحن محتاجين أفلام مغايرة أفلام أكشن مثل هذه بس تكون بطريقة جيدة مثل ما سواها الأستاذ عبد الله الجنيبي أنه أتقن هذا الشيء بشكل جدا جيد. ففي نهاية الأمر شو عندك بعد تقدر تقول عن الفيلم هذا؟ صراحة يعني شاهدتنا في الفيلم هذا مجروحة أعتبره هو من أفخم الأفلام الإماراتية اللي تم إنتاجها أو إخراجها حتى ويعني اللي ما شاف الفيلم هذا ضيع على نفسه. عبد الله الجنيبي في النهاية أثبت نفسه اللي شبهته بعادل أدهم مش أحمد أدهم عادل أدهم عادل أدهم إيه نعم. نعم. حتى لو راوي الناس صورته لأن طول إنزين الناس ما شافته من مدة أنا بطرش لكم إياه بعدين في الصورة إنزين يعني عبد الله الجنيبي في النهاية يعني أعطى درس صراحة لجميع المخرجين كيفية عمل فيلم من الألف إلى الياء. نعم. بشكل رائع وجميل. نعم. إنك تمسك الخيط من البداية للنهاية بالضبط. من غير ما أنت تفتلت في هذا الخيط فهذا الفيلم موجود في هذا الشيء بالضبط. وأتقن فيه صراحة الأستاذ عبد الله الجنيبي يعني هو مرات يكون حاطنك زين في قمة التنشن مالك والتوتر وفجأة يقطع على شيء ثاني. نعم. يريحك شوي لكن أنت شو نفس أفلام الكرتون يقولك تابعون الحلقة القادمة لا يا أخي دخيلك خلينا نكمل يا أخي. نعم. طبعا في النهاية في فيلم فيه أشياء مفاجآت أنا ما رح نحرق عليكم طبعا في الموضوع بس في النهاية شو تقييمك لهذا الفيلم؟ أنا هذا الفيلم أعطيته على مستوى الأفلام الإماراتية 7/10. جميل. نعم هو فيلم فيه بعض المشاكل الفنية اللي صارت لكن لا يمنع أنه فيلم رائع. 7/10 هذه مو لأن فيلم سيء لا
ان في مشاكل تقنيه. نعم. ونحن ما بنقص على استاذ عبد الله اساسا المره الجايه يعني ينتبه لهالمشاكل هاي، ونحن ما تكلمنا عنها على فكره. نعم. طبعا 7/10 علامه انا اشوفها جدا جيده. جيد جدا. نعم. ويعني على مستوى الافلام الاماراتيه. نعم. بالنسبه لي على مستوى الافلام الاماراتيه هذا الفيلم ياخذ مني 3.5/5. 3.5/5 يعني على اساس ان الفيلم كان فيه خيط كامل متكامل، وكان فيه هدف من هذا الفيلم انه هو يعمل فيلم اكشن، وعمل فيلم اكشن، مش راح خلط لك اكشن مع كوميديا وكوميديا مع سياسه وبعدين فجاه راح موضوع الى شيء اخر. لا، الفيلم اكشن يعني فيلم اكشن. فهذا شيء انا يعني صفقه للاستاذ عبد الله الجنيبي، واتمنى اتمنى ان في اعمال ثانيه تكون اقوى بعد، وان شاء الله كل مخرجين السينما الاماراتيه يعني يتقنون افلام بالشكل هذا. نحن مع السينما الاماراتيه وليس ضد السينما الاماراتيه. يا رب يا رب يا رب، موفقين ان شاء الله يا استاذ عبد الله الجنيبي. في نهايه الامر لا تنسون السبسكرايب واللايك والشير. كان معاكم الاستاذ عبد الله الشريفي، حمد سيف الرياضي. شكرا شكرا.